اهلا، السلام عليكم. لاباس عليكم؟ بخير، مزيانين. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وسمحوا لي على التعطيله. بانوا البارح بالليل ولا البارح في العشيه بلوتو لي ريزولطا ديالي سبيت بالنسبه لو تيست داتيتود اللي دوزتوه، دونك هاني الناس اللي دازو. وبالنسبه للناس لائحه الانتظار، فغنحاول نشرح لكم بطريقه مفصله باش تفهموا وتعرفوا مزيان الامور كيفاش كدوز. دونك بالنسبه اللي كيهمنا بيان سور هو البلاغ، لان لي ليست راهم واضحين. كتشوفوا المدينه اللي دفعتوا ليها هي اللي غتشوفوا فيها سميتك، واش كاينه في ليست برينسيبال ولا ما كايناش، واش كاينه في ليست داتوت. داكوغ، ندوزو ليها. مي اول حاجه بعدا هو نشرح لكم البلاغ بعدا. دونك اول حاجه في البلاغ الوزاري هو ان الناس اللي لقاو سميتهم في ليست برينسيبال، الناس اللي لقاو سميتهم في ليست برينسيبال دونك خاصهم يمشيو لي سبيت اللي غادي يقراو فيها ويحطوا لو دوسي ديالهم. بيان سور، فاهم حاجه في لو دوسي هي كوبي ليغاليز ديال لا كارت ناسيونال، لوريجينال ديال الباك، ولوريجينال ديال غولوفي نوت. هادو ثلاثه د الحوايج مهمين، سينون راه كل سبيت شنو كطلب. دونك على حساب كل سبيت، كاين اللي كيطلبوا تصاور دي فوتو، كاين اللي كيطلبوا يعني لاكت ناسونس عقد ازدياد، كاين اللي كطلب اوراق واحد اخرين. دونك كل سبيت شنو كطلب. هادشي هذا غتمشيو لي سبيت وغتشوفوا شنو معلقه لكم، شنو مطلوب ولا في لو سيت. مسينا زعما انسب حاجه هو انك تمشي لي سبيت وتشوف الوثائق اللي مطلوبين وتكمل لو دوسي ديالك. بيان سور ثلاثه د الوثائق اللي مهمين هما هادو بثلاثه، مي كل اسبيت شنو كتحدد وكل اسبيت شنو كدير في التنظيم ديالها. بيان سور فعلى حساب البلاغ فخصكم تحطوا الدوسي ما بين اثنين والجمعه، يعني مور الجمعه راه بلاصتك مشات. دونك ما بين لاندي 23 و فوندرودي 27 اكتوبر. هذا بالنسبه للناس ديال ليست برينسيپ. بيان سور اي واحد في ليست برينسيپال ما مشاش ليسبيت، ما حطش الدوسي ديالو، خصوصا هاد ثلاثه ديال الوثائق اللي مهمين. فهادشي كيعني ان الترشيح ديالو ولا انه صافي كيتلغى وكيدوزو الناس ديال لي ستاتونت. بالنسبه للناس ديال لي ستاتونت، فمور هاد الاسبوع هذا غادي تعلن في لو سيت، غادي تحط واحد الطابلو كنظن بحال العام اللي فات، كتحط واحد الطابلو فيه المقاعد الشاغره في كل تخصص، يعني كل تخصص شحال من مقعد ناقصهم في كل مدينه. دونك فاش كتشوفوا نتوما داك الطابلو، بناء على داك الطابلو كيمشيو يعني كتمشيو نهار ديال الاربع مرفقين بالوثائق ديالكم. بيان سور اللي ناكد عليه، اذا كان مثلا ناقصين 6 ديال المقاعد فغادي يشوفوا هما النهار ديال الاربع واحد في الشهر، غيشوفوا غيعيطوا رقم واحد فينا هو، رقم جوج فينا هو، رقم ثلاثة فينا هو، رقم ربعة، رقم خمسة، رقم ستة. الا ما جاش شي واحد من داك الستة اللي هما مثلا ناقصينهم، كيدوزوا عاوتاني بالترتيب رقم سبعة رقم ثمانية هما غاديين. دونك هادشي اللي اون جينيرال باش تاخذوا فكره. انا ما غنقدرش نتحمل المسؤوليه انني نقول لك سير سحب الباك ديالك وصلنا ديال لائحه الانتظار، لان ما غنقدرش نعرف المقاعد الشاغره وداكشي كامل حتى يتحط بعد داك الطابلو. وحتى النهار ديال نهار الاربعاء واحد في الشهر ما غنقدرش نعرف هذوك الناس ديال لائحه الانتظار واش كلهم غيجيو ولا ما غيجيوش. مي دو توت فاسون هادشي اون جينيرال باش تعرفوا الامور كيفاش غاديه وصافي. دونك هادشي اللي كاين اون جينيرال هنايا. بالنسبه للقرايه اللي بغيت نقول لكم، بالنسبه بعدا للقرايه، بالنسبه للقرايه في لي سبيت، السيستيم ديال القرايه القانون الداخلي راني حاطه فيديوهات في سلسله ديال اسرار النجاح في لي سبيت، شرحه فيها كيفاش تفاليديو لي موديول، كيفاش تكونوا متفوقين. القانون الداخلي ديال لي سبيت، السيستيم بيداغوجيك ديال لي سبيت، هادشي كامل شرحه بالتفاصيل. المشكل ديال الفرنسيه، هادشي كامل راني شرحهم بالتفاصيل، دخلوا واستافدوا. بيان سور الا لقيت الوقت راه مازال نحط لكم دي كونساي ودوتغ شوز نحطهم لكم، ما عنديش مشكل. غير فاش ما كنلقاش التجاوب كبير، ومع انني بصراحه ما عنديش الوقت بزاف، دونك ما كيصلحليش شي مرات انني نحط. مي صراحه داكشي اللي كنت حاطه راه مفيد وزوين بزاف. حاجه اخرى بالنسبه للناس اللي انتغس، بالنسبه لي موديول ماجور لي سبيت ديال اس ان ديال السيمستر الاول، حيت كاين دي موديول اللي شويه صعاب، شويه قاصحين، بحال الاناتومي، الميكروبيولوجي، الفارماكولوجي والسيميولوجي. فهاد لي موديول بربعه غادي يكونوا ان شاء الله دي كورت سوتيان، غادي يكون واحد لوفر اللي صراحه سي با لا بروميير فوا، ماشي اول مره، هذه النسخه الثانيه اللي غتكون ان شاء الله.
بالنسبة للتفاصيل ديالها فغادي نحطهم لكم ان شاء الله هاد اليومين في انستغرام، سينو راه تقدروا تتواصلوا معايا في الرقم اللي كنخلي لكم ديال الواتساب، ونخلي لكم المعلومات ان شاء الله بالنسبة للناس اللي مهتمين واللي باغيين يفاليديو ان شاء الله بمونسيون بيان سور. اللي مهتم مرحبا والله يسر لكم الامور. كنحاول نتفكر الا كاين مازال شي كيسيون اللي تعاودت ليا في البريفي، ما كنظنش الصراحه، كنظن هادو هما الامور الاساسيه اللي خاصكم تعرفوها حاليا. دونك الله يسر لكم الامور والله يوفقكم، تنتلاقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله. السلام عليكم وتهلاو في راسكم.